مساء الخير عليكم. حلقة النهاردة حلقة مختلفة لأن النجمة اللي موجودة معانا نجمة كوميدية، بس كوميديتها كوميديا من نوع مختلف تماما. نجمتنا النهاردة هي النجمة الكويتية هيا الشعيبي. حلقة مختلفة وايد وايد وايد، تابعونا. تفضلي يا تفضلي هيا تفضلي تعالي منورانا. ازاي؟ الحمد لله منورانا. عمرك ايه؟ اتفضلي. الحمد لله. تعالي اتفضلي اتفضلي. هو انت اللي معايا؟ انا اللي معاكي. ممكن؟ بسم الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. طريق كان كويس؟ اه. طب تمام. هو ده فعلا مش هو؟ لا هو الراجل ده. بصي اخرس، والمشكله انه جايب واسطه. اه. وعمل لنا مشاكل هنا قبل كده. عارفه الفنان محمد لطفي؟ الفنان المصري محمد العضلات ده. المايك اللي فوقيه كده بيظبطه، اتفك وقع فتح له حاجبه. محمد لطفي كان هيموته والله. وبعدين مش مفهوم بقى، ساعات تطلبي منه حاجه في ايه؟ في ايه؟ هو فينو؟ لا هم خرجوه بره والله. هم ما بيسمعش، ما هو اخرس وابكم. استني بقى. هيا 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 خليكي طبيعية، خليكي طبيعية، خليكي طبيعية. يا أحمد. خمس دقايق. يا لها يا أحمد. أحمد. يلا يا هيا تعالى. لا يخرج بره. هيخرج بره. يقفلوا الباب، مش ممكن. معلش يا باشمهندس، بس حد ياخد يحيى بره. كده كده لو دخل من وراكي انا شايفه، وانت في المرايه دي شايفه. لا بس ده انا هضربه. لا لا تعالى مفيش. يخرج بره. حاضر والله. خلاص يا جماعه طلعوا الاستاذ يحيى بره. طلعوه. ايوه اقفل، طلعوه بره. هضربه. لا مش هتضربي لانه مش هيدخل. بس استاذه هيا ممكن نظبط معاكي لو سمحتي سكسكتنا؟ تظبط ايه؟ سكسكه سكسكت عشان السين لو بتصفر. بوهانز جو. يلا. الو. ايوه نعمل تيست لو سمحتي. يا خليني اظبط مع المهندس وشوفي انا بعمل ايه. تمام يا باشمهندس عندي كده. هاو 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 مياو. سأ انت هتسقسقلي ولا ايه؟ لا انا بس اسالهم جوه. ما تخافيش مش هسقسقلك ولا حاجه. تمام يا باشمهندس. السقسقه هي تظبط معانا بس لو سمحت السقسقه. طب يلا يا هيا لو سمحت حضرتك تلتك مظبوطه. ايه التيله التيله التيله. دي اسمها تيله. دي اسمها تيله. طيب مظبوطه. هوا. مستمعينا مساء الخير عليكم. نجمتنا النهارده اللي مشرفانا ومنورانا في الاستوديو النجمه الكويتيه الجميله هيا الشعيبي. هيا كل سنه وانت طيبه ومنورانا ومشرفانا والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ كويسه. كله تمام؟ تكلمي مصري كويس. شفت بقى؟ وايه تاني طيب؟ كل اللي انت عايزه. عايز ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب هيا انت نفسك تكوني، قلتي انك نفسك تكوني منتجه ناجحه. الحمد لله. ليه؟ ايه؟ ليه؟ عشان اعوض اللي ما شفته في الانتاج. اللي هو ايه؟ النقص في الانتاج عندنا. اللي ما يعني اللي ما سوى لي المنتج اسويه حق روحي واسويه حق ربع الممثلين. كذا يعني الموضوع مادي بحت؟ لا مش مادي، بس في بعض المنتجين يعني ما يوفروا لنا اشياء احنا نوفرها كممثلين. هيا الشعيبي فنانتنا الجميله صاحبه الدم الخفيف منورانا ومشرفانا النهارده. تابعونا بعد الفاصل. ايه بتقولي تكلميش بشويش؟ لا الليفل عنده، الليفل عنده جوه. بقول لك وطي صوتك. وطي هو بيقول صوتك. الليفل عنده بيكليب كليب اللي هو بيجي في الاحمر. قال لك ايه يا باشمهندس؟ ما عندنا المايك باظ. اشتغلوا على اللي فوق. على اللي فوق ده.
باشمهندس مازن بعد اذنك بس نظبط المايك ده. طب احنا عايزين ليفل، عايزين ناخد ليفل لهيا بعد اذنك يا باشمهندس. هيا ممكن تبقي بقرة المايك اللي فوق لو سمحتي. البقرة المايك اللي هي دي. هيا. ها؟ بقرة المايك اللي هي الحتة اللي في النص دي. دي. فدي هنا. ما تخافيش يا هيا ما تخافيش. ما ت... يحيى. هيا هيا هيا. هيا. ممكن ت... ممكن اقول لك كلمة صغيرة وانت بتبصي عليه؟ تركيزك معاه هيخليه يركز معاكي والله. ده انا اضربه بس كده خلاص. ما تركزيش معاه بقى، خليه يطلع برا. اطلع بلا اطلع. اعملي له كده، اعملي له كده. دي معناها اخرج كده بس. خليه يطلع، خليه يطلع. لا طقه بالكرسي. هو ما بيسمعش. اطلع بلا. لا طلع بلا صدق. هو ما بيسمعش، هو اخرس وابكم. ها؟ اخرس واطرش. يلا خلاص خلاص خلاص. هتروحي تعملي ايه؟ هو خارج، هو خارج. 40 ثانية. يا نهار اسود، ده وشه كبير. ما تخافيش والله، انا انت مش بقول لك انت شايفاه وانا شايفه، وباشمهندس مازن واقف والاستاذ واقف. لا لا نعم سكرتيرتي نادها. 30 ثانية. يلا يا باشمهندس. خمس ثواني. ها مستمعينا، رجعنا لكم تاني ولسه مشرفانا ومنورانا النجمه الجميله هيا الشعيبي صاحبه الدم الخفيف. هيا، تعاملك مع فهد الحيان عايز اعرف رايك فيه كممثل. فهد الحيان نجم في ذاته. فهد الحيان ممثل ناجح وممتاز ومنتج ممتاز ويعني مو مقصر معانا. طيب مين من نجوم الخليج نفسك تشتغلي معاه؟ مين؟ كلهم اشتغلت معاهم. مين لسه ما اشتغلتيش معاه؟ الميتين والحيين كلهم اشتغلت معاهم. كلهم؟ كلهم. طيب هيا، الموضوع مش محتاج ان انت تعيدي التفكير مره اخرى لو اتعرض عليكي الاعمال اللي انت عملتيها كلها؟ ايه ايه ايه؟ الاعمال اللي انت عملتيها كلها. عملت ايه؟ مستمعينا خليكم معانا، نجمتنا الجميله صاحبه الدم الخفيف هيا الشعيبي هي اللي منورانا ومشرفانا النهارده. فاصل اعلاني سريع ونرجع لكم على طول. انا هقوم اخرج بره. ليه؟ ايه المشكله؟ ايه ده؟ لا ما هم احنا عندنا هم بيصيدوا سمك ولا ايه؟ يا باشمهندس، هي دي سناره ولا ميكروفون؟ يا باشمهندس لو سمحت احنا كده خلاص ظبطنا المايك يا باشمهندس مازن، خليه كده لو سمحت. بصي طب خلاص شيل ده. لا ما هو هو عنده، هو هيصيد حوت ولا حاجه؟ صوتك وزنه تقيل، وطيه شويه صوتك. صوتي ثقيل؟ انت اللي وزنك ثقيل. ان انت برا. اطلع برا، اطلع اطلع. هيا 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 هاني. هيا ما دقيقتين على الهوا. هات يا مروان. هيا يلا اندهني هاني. دقيقه ونص على الهوا. يلا دقيقه دقيقه. يلا هاني يلا يلا. في ايه؟ انت مش فاهمه واسطه. مين الواسطه؟ مفيش واسطه، انا ما بحبش الواسطات. ما هي المشكله مش عندك انت يعني. انا حنبت في شعره عشان اشوف الواسطه مالته ايش بتسوي. حنبت في شعره. معلش. ممكن يدخل يعتذر لك؟ لا. يدخل يعتذر لك؟ لا. من بعيد. هقف، بصي هقف انا بينك وبينه، حلو؟ انا اللي همسكه من دراعه، هيعتذر لك من بعيد. اتفقنا؟ يعتذر لي ازاي وهو ما بيتكلمش؟ هيعمل لك، بصي العلامه بتاعت الاعتذار بس، وانا هقف بينك وبينه. ايه؟ هقف بينك وبينه. لا ما تجيبهوش. بخاف منه. عشان خاطري، عشان خاطري. لا انا 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 بصي انا بصي انا بصي انا بصي عشان خاطري. خاف يطقني والله. مش هيقرب لك، انا اللي هقف ماسكه، هقف ماسكه من دراعه، خلاص؟ وهقف بينك وبينه. ما اشوف. ماشي.
يعني لما يخبطنا ويضربنا ماشي. احنا دقيقتين على الهوا؟ تعال احنا دقيقتين على الهوا يا باشا. اهو اهو خلاص تخرجوا برا. هو بيقول لك انه انت حلوه تخينه تخينه بيتريق عليا بيقول لي تخينه. لا يا هيا ما تاخديش الامور كده ما تديلوش. بص انا طيبه وبحب الناس بس تعاملي بس هو بيعمل انت بتقولي هو خبط مين هو خبط لا خبط بغير قصد مش خبط قصد خبط بغير قصد. خلاص اوكي يلا اتاسف اوكي من بعيد مدي ايدك سلم. لا لا يا على الهوا انت كل شويه على الهوا على الهوا على الهوا. لا خلاص انا ماسكه سلمي عليه من بعيد. خلاص ما بي اسلم ما بي خلاص روح بس خلاص. شنو عيب علي ابن الهرمة. طلعوا برا ابن الهرمة. عيب علي ابن الهرمة. وخ 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 عشان خاطر ليدش ليدش داخل ليدش 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 داخل ليدش. انت جبته وبص عمل ايه. انا اسف انا يا ابو راس. خلاص ممنوح. ايه خلاص خلاص ممنوح. تعال تعال مين تعال 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 خليه يروح يا احمد الواد حقه في العربيه. هاني ما قعدت شوف خلاص انا ما اخش. انا عايز اضربه مدير عام الاستوديوهات. لا لا خلاص وشك يا حاج. خلاص انا بقول لحاج مش هيطلع من الزناخ التاني. بيتريق عليا بيخش يتريق عليا. بيتريق ليه في ايه؟ معلش مش هيخش تاني حبيبي. يلا يا جماعه بسرعه يلا عشان نتصرف. يخرب بيته يخرب بيته. معلش يا جماعه لا 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 تخلونا هذا يدش لي لو سمحتوا. يلا 20 ثانية. أنا اللي بعتذر لك وأنا آسف ومش هتدخلوا تاني. كمان إحنا طلعنا بأغنيتين على الهوا ما ينفعش. خلاص حطوا أم كلثوم هي بتغني ساعة ساعتين. أنا بعتذر خلاص؟ خلاص بقى أختم عشان طيب. أنا عايز أمشي. يلا يا جماعة. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. راجعين على الهوا؟ ارجع يا ابني مين اللي ماسكك؟ ثواني ثلاث ثواني اثنين واحد. مستمعينا لسه معانا فنانتنا الجميله صاحبه الدم الخفيف هيا الشعيبي. هيا لو تعرض عليكي اعمال مسرحيه. لا خليكي بعيد يا هيا. هاني لا تطق هاني هاني لا تطق حرام. خلاص يلا يلا هناك يلا. مساء الخير. انت نورتينا وشرفتينا يا هيا. امانه تدري ها صدق والله وراه وانت وانت بعد عايش الدار بعد عايش الدار. انت نورتينا وشرفتينا وكل سنه وانت طيبه. نهار اسود يا نهار مطين. ايه الحاجات دي ايه الحاجات دي. قولي قولي المصريين جننوني. ده وشه كبير وشه كبير عامل زي حرق مدرب اسد. اول مره بحياتي اسوي كاميرا خفيه. كنت ارفض دائما هالبرامج هذه لكن الجروب والكاست فعلا اجادوا الدور وانا ما ادري يعني والله العظيم ما ادري انها كاميرا خفيه. زاد الحقيقه ان ممثل ناجح. زاد الحقيقه ان ممثل ناجح وممتاز. انصدمت وصعقت في الاستقبال والاستديو والدخول. فانا هذا اللي احبه ان انا ما ادري في كاميرا خفيه لان عشت طبيعتي العاديه.
عيب علي ابن الهرمة. طلعوا برا. ابن الهرمة عيب علي ابن الهرمة. وخر 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 وخر. ليدس ليدس داخل ليدس ليدس. ليدس داخل ليدس أنت جبته وبص عمل إيه؟ أنا يا أبو راس. ويعطيكم العافية وإن شاء الله تكون الحلقة حلوة. كنت راح أطق الصج لأنه صج ينني ينني. أوه تحية للمخرج وتحية للكاست كله وحق القروب. زيع يا باشا. زيع يا باشا. زيع يا باشا.